السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة الصف الثالث الإعدادي مع الفاينل ريفيجن ترم تاني الجبرا، هناخد النهاردة الجزء الأول. أول سؤال معانا find the solution set of two equation graphically. عشان نحل graphically بنمسك الإيكويشن الأولى حضرتك 2x minus y equals 3، بنعمل جدول وفي كذا طريقة للجدول، بس أسهل طريقة حضرتك هعلمها لكم اهي. اكس واي نعمل خانتين اتنين، مرة الاكس بزيرو ومرة الواي بزيرو. طب حضرتك لو الاكس ده هي بزيرو، لو الاكس دي كده بزيرو، هيبقى الجزء الأولاني بقى، الجزء الأولاني بقى زيرو. يبقى زيرو لو الاكس بزيرو هتبقى زيرو ماينس واي ايكوال 3، يعني حضرتك نيجاتيف واي ب 3 تبقى الواي، الواي بنيجاتيف 3. جميل، يبقى نحط هنا. طب لما الواي بزيرو، الواي بزيرو، الجزء الثاني ده، الجزء الثاني حضرتك هيبقى بزيرو، هيبقى 2x ماينص 0 ب 3، يعني 2x ب 3 يبقى الx 1.5. ده الجدول الاولاني. الجدول الثاني هنيجي الايكويشن الثانيه بتقول لي x بلس 2y ايكوال 4. هنعمل جدول وبرده مره الx ب 0 ومره الy ب 0. اكس واي لو الاكس بزيرو، اكس ده اهي بزيرو، يبقى حضرتك هيبقى التو لما الاكس بزيرو هنستنتج ان التو واي ايكوال 4، يبقى الواي ان شاء الله ب 2، يبقى الواي ب 2. طب ومره الواي بزيرو، طب لو الواي بزيرو، لو الواي دي كده بزيرو، يبقى لو الواي بزيرو يبقى الاكس ايكوال 4. وهنروح لورقه الجراف ونرسم التو تيبلز اللي احنا عملناهم دول اهو. ادي جنابك اكس 0 1 2 3 4، ده كده الاكس، الواي 1 2 نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3. اول بوينت في التيبل الاولاني 0 ونيجاتيف 3، اول بوينت في التيبل الاولاني حضرتك. طب تعالى هنحددها 0 مع نيجاتيف 3 هنا كده، جميل جدا. طب تاني بوينت في التيبل التاني، في التيبل الاولاني 1.5 و0 اهي 1.5 و0، وهنوصلهم لاين. تعالى كده جنابك نوصل مظبوط اهو، هنوصل التو بوينت دول لاين بالمسطره، ونسمي ده كده ال1، ده هنسميه ايه؟ ال1. جميل جدا. طب ونرسم الجدول الثاني 0 و2 و4 و0 ونوصلهم لاين ال2. جميل جدا. هنلاقي ان التو لاين انترسكت ات بوينت، الاكس بتاعتها بكام؟ ب2، والواي بكام؟ ب1. يبقى الاس اس، الاس اس ست اوردر بير اكس الاول 2 وبعدين الواي. طيب another example بيقول لك find the values of a and b knowing that 3 و negative 1 is solution. يعني الاكس ب 3 هو قايل لك ان الاكس ب 3 والواي ب negative 1. شايف جنابك الاكس a x، طب ما الاكس ب 3 هتبقى 3 a. طب b y، طب ما الواي ب negative 1 يبقى negative b. وال 5 دي another side عشان نرتب الايكويشن مظبوط، دي كده هتبقى اول ايكويشن. تاني ايكويشن بيقول لي 3 ax، طب ما الاكس ب 3
3a تايمز 3 هتبقى 9a. طب بي واي، طب ما الواي بنيجاتيف 1 يبقى نيجاتيف بي ايكوال 17. تعالى بقى هنحلهم ازاي دول يا جميل. البي الاولانيه 1، سيبك من العلامه دلوقتي، والبي الثانيه 1. طب العلامات متشابهه، المفروض بنعمل ايه لما العلامات تكون متشابهه؟ سبتراكت. مختلفه اد، متشابهه سبتراكت. تعالى نعمل سبتراكت. ممكن نقول 3a ماينص 9a، بس دي هتديني نيجاتيف 6a. طب ايه رايك لو انا خدتها من تحت لفوق؟ 9a ماينص 3a، البي كانسلد، 17 ماينص 5 من تحت لفوق برضه 12، 6a ب 12، يبقى الايه 12 ديفايدد 6، يبقى الايه بكام؟ ب 2. جبنا الفاليو بتاعت الايه، بس هو عايز ايه؟ فايند فاليو اوف ايه اند بي. نرجع للاولى او للتانية، الايه جبناها ب 2، هنرجع للايكويشن الاولى. جميل جدا، الايه ب 2، الايه ده اهي هنشيلها ونحط 2، يبقى 3 تايمز 2 ماينص بي ايكوال 5، يبقى 6 ماينص بي ايكوال 5. ونفكر فيها بسذاجه ببساطه، 6 ماينص كام يديني 5؟ يبقى البي ب 1. يبقى انا كده جبت الفاليو بتاعت الايه والفاليو بتاعت البي، يبقى حليت السؤال. تعالى يا بطل السؤال اللي بعده، بيقول لك ال1 ورسمها اهو، ال1 زي ما انت شايف الايكويشن بتاعتها كده، وال2 ورسمها والايكويشن كده، بيقول لك هات لي الاريا بتاعت المثلث ده. طب ما الاريا بتاعت المثلث محتاج تكون عندك البيز وعندك الهايت. طب انا لا عندي البيز ولا عندي الهايت، اعمل يا ربي؟ ومش كاتب لي ارقام على الاكس اكسس ولا الواي اكسس. طب تعالى بقى احنا هنرسم احنا الجراف من اول خالص عشان نعرف الارقام بتاعتنا. اكس بلس واي ايكوال 6، هنعمل جدول زي ما اتعلمنا، ومره الاكس بزيرو ومره الواي بزيرو. لو الاكس بزيرو يبقى الواي ب 6، طب لو الواي بزيرو الاكس بايه؟ ب 6. ده كده ال1. طب تعالى يا بابا ال2، واي ماينص 2 اكس ايكوال 0. عسل، يبقى حضرتك من هنا ممكن نقول ان الواي ايكوال 2 اكس، الواي ايكوال ايه؟ 2 اكس. نعمل جدول اكس واي. جميل جدا، لو الاكس بزيرو الواي بزيرو، يبقى مش هينفع بقى هنا اقول ايه؟ لو الواي بزيرو مش هينفع. طب اعمل ايه؟ مين اللي لها كوفيشنت؟ اللي لها كوفيشنت الاكس، يبقى ناخد الاكس مثلا ب 1. حلو؟ 2 تايمز 1 يبقى الواي ب 2. ونرسم، تعالى نرسم على الرسمه المرسومه، 0 مع 6، 0 مع 6، يبقى النقطه دي كده 0 ايه؟ و 6. طب 6 و 0 يبقى هنا دي كده 6 و 0. عسل، يبقى انا عرفت ان المسافه دي كده كام؟ 6. يبقى البيز بايه؟ ب 6. ده ال 1. طب تعالى نرسم ال 2. 0 و 0 اهي، ادي 0 و 0، ادي 0 و 0. عسل، 1 و 2 من عند ال 1 هنطلع لغايه ال 2، 1 و 2، وهنوصلهم ونشوف اتقابلوا فين. طبعا على ورقه الجراف بتاعتك هتلاقيهم اتقابلوا حضرتك في الاكس ب 2 والواي ب 4. الاكس بايه؟ هيتقابلوا فين؟ البي طلعت 2 4، لما هترسم على الجراف البي طلعت ب 2 4، يبقى الهايت ده بكام؟ ما البي كده بص على الواي بايه؟ الواي بتاعتها ب 4، يبقى الهايت ده 4. ده الهايت ودي البيز، يبقى الاريا لو رسمت الاثنين دول يا اولاد على الجراف هيتقطعوا في النقطه 2 4، 2 4 دي هتبقى البي. طب ما حضرتك الهايت هيبقى بكام؟ الهايت اللي هو الحته دي كده، الحته دي بكام؟ ب 4. يبقى الاريا بتاعت الترانجل، اريا اوف ترانجل ايكوال هاف بيز تايم هايت، البيز ب 6 والهايت ب 4، تطلع جنابك ب 12. تعال نشوف السؤال اللي بعد كده، عايز السوليوشن ست. الايكويشن الاولى بتاعتك هتكتبها اكس ماينص واي ايكوال 1 ونسميها نمبر 1. الايكويشن الثاني اكس
بلس واي ايكوال 7، دي الايكويشن الثانيه. نبص على الواي، هنا وان هنا وان، العلامات مختلفه، يبقى اد عسل. تعالى حبيبي، اكس بلس اكس 2 اكس، والواي كانسل، 1 بلس 7 8، 2 اكس ب 8 يبقى الاكس ب 4. نروح ل 1 او 2 بس الاسهل اللي فيها بلس يبقى 2. 2 بتقول لك اكس بلس واي، انت مش جبت الاكس يا ابني في 4؟ يبقى 4 بلس واي، 4 بلس واي ب 7، يبقى الواي ب 3. جبنا الاكس وجبنا الواي، يبقى السوليوشن 6 اوردر بيب، اكس الاول وما تنساش ان اكس الاول وبعدين واي. خلص. تعالى يا جميل، السؤال اللي بعد كده، الايكويشن الاولى لقيت حاجه جميله جدا مش مترتبه. طب ما نجيب الاكس جنبك، هتبقى ايه؟ نيجاتيف اكس بلس ايه؟ واي ايكوال ايه؟ 5. دي الايكويشن الاولى. والايكويشن الثانيه تحت منها، اكس بلس 3 واي ايكوال 7. طبعا لو وصلنا للواي، الواي مختلف. طب الاكس هنا 1 وهنا 1 والعلامات مختلفه، طب ما نعمل ايه؟ اكس ونيجاتيف اكس كانسل، واي و3 واي 4 واي، 4 واي ب 12، يبقى الواي 12 اوفر 4، يبقى الواي ب 3. نرجع للاولى ولا الثانيه؟ الثانيه اسهل. حلو، الواي بكام حضرتك؟ الواي ب 3. شايف الواي دي؟ هتشيلها وتحط 3، يبقى اكس بلس 3 واي، يعني 3 تايم 3 ايكوال 7، يبقى اكس بلس 9 ايكوال 7. طب ما تودي ال 9 بالماينس، يبقى اكس ايكوال 7 ماينس 9، يبقى اكس بكام؟ بنيجاتيف 2. جبت الاكس وجبت الواي، يبقى السوليوشن 6، وما تنساش ان اكس الاول، اكس بنيجاتيف 2 معاها الواي ب 3. تعال نشوف بعد كده، الايكويشن الاولى اكس ماينس واي ايكوال 4، دي الاولى. الثانيه 3 اكس بلس 2 واي ايكوال 7، عسل. نبص كده على الكوفيشنت بتاع الواي في الاولى 1، والكوفيشنت بتاع الواي في الثانيه 2، مختلفين. الكوفيشنت اللي تحت يتضرب فوق، واللي فوق يتضرب تحت، يبقى حضرتك ال 2 اللي تحت دي هضربها فوق، وال1 ده سيبك من العلامه، سيبك من نيجاتيف خالص، هضرب فوق في 2 وتحت في 1. تعالى يا جميل، لو ضربنا الايكويشن الاولى في 2 هتبقى 2 اكس ماينس 2 واي ايكوال 8، والايكويشن الثانيه في 1 هتبقى زي ما هي 3 اكس بلس 2 واي ايكوال 7. ابص على العلامات دلوقتي، الاقي العلامه اللي فوق نيجاتيف واللي تحت بوزيتيف، يبقى هعمل اد. تعالى نعمل اد، 3 2 اكس بلس 3 اكس 5 اكس، والواي كانسلد ايكوال 15. 5 اكس في 15، يبقى الاكس ان شاء الله 15 اوفر 5 ب 3. جبت الاكس، ارجع للاولى او الثانيه، الثانيه طبعا عشان فيها بلس تبقى اسهل، هشيل الاكس واحط كام جنبك؟ 3. شايف الاكس دي؟ هنشيلها ونحط 3، هتبقى 3 تايم 3 بلس 2 واي ايكوال 7، يعني 9 بلس 2 واي ايكوال 7. ال 9 هنوديها انذر سايد، ال 9 هنوديها انذر سايد، هتروح بنيجاتيف 9، 2 واي ايكوال 7 ماينس 9، 2 واي ايكوال نيجاتيف 2، يعني الواي ان شاء الله بنيجاتيف 1. جبنا كمان الواي، نكتب بقى الاس اس 6، الاكس الاول الاكس ب 3 والواي بنيجاتيف 1. جميل جدا. تعال نشوف سؤال نمبر 7، دخلنا على الستوري، بيقول لك ريكتانجل. طب تعالى يا جميل، الريكتانجل اول ما اقول لك ريكتانجل في الامتحان، ترسم حضرتك ريكتانجل وتحط اللينس، اللينس اكس والويتس واي. تعالى كده بيقول لك البريمتر. طب يا حبيبي يا سلام، ادي ريكتانجل، هنحط اللينس اكس والويتس واي، يبقى هنا برضو اكس وهنا واي. البريمتر يعني ايه؟ يعني مجموع السيدات. قال لك البريمتر ب 32، يبقى 2 اكس بلس 2 واي، لو جمعنا الاربع صيدات ب 32 هنلاقي الايكويشن دي كلها ديفيزبل باي 2، يبقى اكس بلس واي ايكوال 16، عسل. دي كده الريليشن الاولى. بيقول لك اللينس اكسيدز او مور ذان الويتس باي 2، اللينس اكبر من الويتس ب 2، يبقى اللينس ماينس الويتس ايكوال 2. تعالى بقى نبص على الواي، سيادتك الواي هنا 1 وهنا 1، العلامات ايه مختلفه؟ نعمل ايه؟ اكس بلس اكس 2 اكس، والواي كانسل، 16 بلس 2 18،
طب هنعمل ديفايد ال2 يبقى الاكس بماين. جميل جدا. نرجع لنمبر 1، ما قايل لك ان اكس بلس واي ب 16، يبقى ماين بلس واي ايكوال 16، يبقى الواي ان شاء الله ب 7. الاكس بماين، الاكس بماين والواي ب 7، يبقى اللينس والويدث ماين و7. هو عايز الاريا، طالب مني ايه؟ الاريا. الاريا مش لينس تايمز ويدث يا ولاد، لينس تايمز ويدث، يبقى 9 تايمز 7 تبقى ان شاء الله 63. السؤال اللي بعده تعالى يا جميل، بيقول لك تو كومبلمنتري انجل. طبعا انا عارف ان معظمنا نسي كلمه كومبلمنتري. احنا عندنا في كلمتين مشهورين جدا خدناهم في اولى اعدادي، الكومبلمنتري يعني مجموعهم 90 والسبلمنتري يعني مجموعهم 180. ايه رايك لو قلنا ليتد تو انجلز، ليتد تو انجلز اكس واي، بيقول لك انهم كومبلمنتري، يبقى اكس بلس واي ايكوال 90. جميل جدا، دي كده اول واحد. بيقول لك وان اوف ذم اكسيدز 5 تايمز اذر، واحده منهم الاكس اكبر من 5 تايمز السكند او الاذر اللي هي الواي، بكام؟ اكبر منها بكام؟ ب 30. جميل جدا. نبص على الواي، فوق 1 وتحت 5، يبقى هنستخدم الطريقه بتاعه زمان. ها هنعمل ايه؟ اللي فوق اللي تحت يضرب فوق واللي فوق يضرب تحت. تعالى بقى لو ضربنا فوق في 5 هتبقى 5x بلس 5y ايكوال 90 تايمز 5، يبقى 450. اللي تحت في 1 يعني هتنزل زي ما هي، x ماينس 5y ايكوال 30. العلامات واضحه اهي انها مختلفه، بوزيتيف ونيجاتيف، يبقى هنعمل اد x و 5x 6x 450 و 30 يبقى 480. ال 6x 480 يبقى الx 480 divided 6 تطلع 80. جبنا الx، نروح لنمبر 1 مش الx بلس الواي، الx ب 80 بلس الواي معرفهاش ايكوال 90، يبقى الواي بايه؟ ب 10. يبقى التو انجلز، التو انجلز حضرتك التو انجلز 80 و10. تعال نشوف السؤال اللي بعد كده. بيقول لك 3 تايمز نمبر از ادد توايس سكند نمبر. طب نعمل ايه حضرتك؟ ليت التو نمبرز، ليت التو نمبرز اكس واي 3 تايمز النمبر، يعني 3 تايمز الاولاني ده اللي هو 3 اكس، حلو، اد يعني بلس توايس السكند نمبر، اد يعني بلس توايس السكند نمبر، يبقى 2 واي. الريزلت بكام؟ بتو. دي كده اول ريليشن. قال لك الفيرست نمبر اكس اد بلس 3 تايمز السكند نمبر 3 واي، ذا ريزلت 10. طب نبص على الواي، فوق 2 اهي وتحت 3، اللي فوق تايمز تحت واللي تحت تايمز فوق. تعالى بقى هنعمل تايمز 3 فوق، يبقى حضرتك بقت بالشكل ده، وهنعمل تايمز 2 تحت 2x بلس 6y ايكوال 20. العلامات متشابهه، يبقى هنعمل سبتراكت 9x ماينس 2x، الواي كانسل، 6 ماينس 20 اوعى تغلط نيجاتيف 14، يبقى الاكس حضرتك نيجاتيف 14 ديفايدد 7 تطلع نيجاتيف 2. جبت الاكس. نرجع للاولى او الثانيه براحتك، هرجع مثلا للثانيه. الاكس بكام انا جبتها؟ الاكس جبتها بنيجاتيف 2. شايف الاكس دي حضرتك؟ هشيلها واحط نيجاتيف 2 بلس 3 واي ايكوال 10. طب ما النيجاتيف 2 نوديها هناك، يبقى 3 واي ايكوال 10 بلس 2 12، يبقى الواي 12 ديفايد 3 يبقى الواي ب 4. جبت الواي، يبقى التو نمبرز الاكس طلعت بنيجاتيف 2 والواي طلعت ب 4. تعال نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لك جراف ذا كوادراتيك فانكشن. فاكر مود تيبل من الترم الاول؟ كنا بنعمل مود تيبل اللي هي في معظم الالات الحديثه مود 7، هيطلع لك التيبل، هتكتب الكلام ده الفا اكس باور 2
طبعا عارفين الطريقه، الستارت بتاعتك نيجاتيف 3 والاند 1، وهتنقل الجدول عندك اللي طلع على الاله اكس واي، طلعت لك الاكس نيجاتيف 3 معاها الواي بزيرو، الاكس نيجاتيف 2 معاها الواي بنيجاتيف 3، الاكس بنيجاتيف 1 معاها الواي بنيجاتيف 4، الاكس بزيرو معاها الواي بنيجاتيف 3، الاكس ب1 معاها الواي ب3 بزيرو. كتبنا الجدول، هنروح لورقه الجراف نرسم 0 1 نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 نيجاتيف 4 واي داش اكس واي اكس داش. تعالى نرسم اول بوينت، بيقول لك الاكس بنيجاتيف 3 و0 هنا كده، نيجاتيف 2 هننزل للنيجاتيف 3، نيجاتيف 1 هننزل للنيجاتيف 4، 0 هننزل للنيجاتيف 3، 1 و0. هنوصل كيرف ايدينا اهو، ادي الرسمه حضرتك طلعت على شكل حرف يو او في. طيب عايز المينيمم او الماكسيمم، طبعا دي اسهل تحت، يبقى مينيمم. المينيمم حضرتك بص في الجدول كده، اصغر فاليو للواي كام؟ نيجاتيف 4، يبقى المينيمم فاليو نيجاتيف 4. طب السوليوشن سيت، الكيرف بتاعنا قطع الاكس اكسس فين؟ عند النيجاتيف 3 وعند ال1، يبقى السوليوشن سيت نيجاتيف 3 ونيجاتيف 1. تعال نشوف السؤال اللي بعد كده، جميل جدا. بيقول لك ايه؟ جنرال فورميولا. الجنرال فورميولا ده سؤال مهم جدا جدا في الامتحان. طب هنا الايكويشن مترتبه، اتاكدت ان الرايت هاند سايد بزيرو، الاب كام؟ 1، البي نيجاتيف 2، السي نيجاتيف 2. طب الفورميولا القانون لازم حضرتك تكون حافظه، نيجاتيف بي بوزيتيف اور نيجاتيف سكوير روت بي باور 2 ماينس 4 اي سي اوفر 2 اي. ونبدا نعوض، نشيل ونحط، نيجاتيف بي يعني عكس البي حضرتك، البي بنيجاتيف 2 عكسها 2، بوزيتيف اور نيجاتيف، البي باور 2 شايف البي ده اهي، هتضربها في نفسها، هتضربها في نفسها مرتين، نيجاتيف 2 تايمز نيجاتيف 2 تبقى 4، ماينس 4 تايمز الاي تايمز السي اوفر 2 تايمز الاي. وبعد كده حضرتك على الاله هتجيب دي الروت ده على الاله تشوفه بكام. المهم طلعت ادي 2 زي ما هي بلس اور ماينس، الروت ده طلع 2 روت 3 اوفر 2. طب بعد كده هنعمل ايه؟ هنقوم قاسمين الصفحه نصين، ونقوم مره بلس ومره ماينس. تعالى كده نشوف اهو، هنعمل يا جميل ادي مره هنقول 2 بلس 2 روت 3 اوفر 2، ومره ماينس 2 ماينس 2 روت 3 اوفر 2. طيب ده على الاله طلع 1 بلس روت 3، وده طلع على الاله 1 ماينس روت 3. طب خلي بالك يا حبيبي ان روت 3 هو قايل لك بالاله بكام؟ هنشيل روت 3 ونحط 1.7 تي 3، يبقى 1.73 بلس 1 هتبقى 2.73، وبرده هنا 1 ماينس 1.73 هتبقى نيجاتيف 0.73. يبقى السوليوشن سيت حضرتك طلع دول كده، يبقى الاس اس جنابك طلع 2.73 ونيجاتيف 0.73. السؤال اللي بعده، تعالى يا جميل، برضه هنا دي ايكويشن وعايز ابروكسيميتي على طول جنرال فورمولا، بس دي عايزه تترتب، شايف ال 5x هنوديها هناك بالنيجاتيف وال 1 بالبوزيتيف، بقت الايكويشن 3x باور 2 ماينس 5x بلس 1 ايكوال 0، الاي بكام؟ ب 3، البي نيجاتيف 5، السي 1. ونشوف سيادتك الرول بتاعنا اكس نيجاتيف في بوزيتيف اور نيجاتيف سكوير روت بي باور 2 ماينس 4 اي سي اوفر
2a عايز ايه؟ طيب تعالى يا بابا، نيجاتيف بي يعني عكس البي، طب ما البي بنيجاتيف 5 عكسها 5، بي باور 2 يعني نيجاتيف 5 تايمز نيجاتيف 5 نيجاتيف تايمز نيجاتيف بوزيتيف 25 ماينس 4 تايمز الاي ب 3 تايمز السي ب 1 اوفر 2 تايمز الاي. بعد كده جنابك زي ما اتعلمنا دايما هنجيب الروت ده لوحده على الاله، المهم طلعت 5 زي ما هي، الروت على الاله يا ابني طلع روت 13 اوفر 2. بعد كده حضرتك هتقوم قاسم الصفحه نصين وتجيب روت 13 على الاله، هي هتبقى 5 بلس روت 13 اوفر 2، 5 بلس روت 13 اوفر 2 اوفر 2، ونشوف مره ثانيه ماينس 5 ماينس روت 13 اوفر 2، ونجيب ده على الاله وده على الاله ونشوف الريزلت بتاعنا هيطلع ايه. تعالى يا ابني نعملها مع بعض على الاله اهو، 5 بلس روت 13 اوفر 2 طلعت ان شاء الله 4.3. يبقى الاولانيه طلعت معايا 4.13. طب الثانيه 5 ماينس روت 13 طلعت معايا 0.77 بس. وبعد كده نكتب الاس اس، نكتب الاثنين دول خلصت. تعال نشوف السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده بيقول لي الله براكت 2 اكس بره البراكت، يبقى هنعمل ايه حضرتك؟ هندخل ال 2 اكس على البراكت، ال 2 اكس هيحصل فيها ايه؟ تعال نشوف حضرتك، ادي جنابك ال 2 اكس هتخش تتضرب في البراكت، تبقى 2 اكس باور 2 ماينس 10 اكس، وال 1 ده نجيبه هيجي بالنيجاتيف. عظيم، اصبح عندك الاي ب 2 والبي بنيجاتيف 10 والسي بنيجاتيف 1، ومجرد هنكتب القانون اكس ايكوال نيجاتيف بي بوزيتيف اور نيجاتيف بي باور 2 يبقى 100 ماينس 4 تايمز 2 تايمز نيجاتيف 1 اوفر 2 تايمز اي، ونجيبها ونكملها على الاله. السؤال اللي بعده تعالى يا جميل، سوليوشن سيت برضه عندك براكت باور 2، كتير مننا للاسف البراكت باور 2 بيحتاس فيه، مع ان الموضوع سهل جدا. الاول في نفسه اكس تايمز اكس يبقى اكس باور 2 سبيس بلس، الثاني في نفسه ماي علامه النص في النص، الاول طيب فيرست تايمز سكند تايمز 2 اكس تايمز 3 3 اكس تايمز 2 6 اكس، ده مين؟ ده البراكت. نكمل ماينس 5 اكس ايكوال 0، تعال نجمع اللايك، اكس باور 2 في تاني اكس باور 2؟ لا. طيب نيجاتيف 6 اكس ونيجاتيف 5 اكس نيجاتيف 11 اكس بلس 9 ايكوال 0، الاي ب 1 البي بنيجاتيف 11 السي ب 9، ونكتب الرول ونكمل. تعالى يا عسل، هنا الايكويشن دي حضرتك فيها مشكله، فيها اكس في الدينومينيتور، يعني الاكس دي ديفايدد، هعمل ايه حضرتك؟ ادي الايكويشن بتاعتي، ادي الايكويشن اللي هو كاتبها اكس ماينس 1 اوفر اكس ايكوال نيجاتيف 2. جميل جدا، بص يا جميل، دلوقتي الاكس اللي في الدينومينيتور دي يعني ديفايدد، عكس الديفايدد ايه؟ تايمز، هعمل كله تايمز اكس، الاولى تايمز اكس والثانيه تايمز اكس والثالثه تايمز اكس، يبقى انا مسكت الايكويشن كلها ترم ترم عملته تايمز اكس، اكس تايمز اكس. طب تعالى كده، اكس دي راحت مع اكس دي، عرفت انا ضربت في اكس ليه؟ عشان الدينومينيتور ده يطير، ايكوال ايه؟ نيجاتيف 2 اكس. طب تعالى نرتبها، تعالى يا نيجاتيف 2 اكس، يبقى اكس باور 2 بلس 2 اكس بلس 1 ولا ماينس 1؟ المفروض انها ماينس 1 لان ال 1 ما اتغيرش، ال 1 في مكانه اهو. طيب ايكوال 0، الاي بكام؟ ب 1، البي بكام؟ ب 2، السي بكام؟ بنيجاتيف 1، ونكمل. تعالى يا جميل السؤال اللي بعده،
بيقول لك هنا هنعمل ايه؟ شايف الاكس ماينس 4؟ هتعمل كروس مع الاكس ماينس 2، يعني حضرتك هيبقى براكتين اكس ماينس 4 اكس ماينس 2 ايكوال كام؟ 1. وهنضربهم زي اولى اعدادي، اهي الاكس هتضرب في الاكس وبعدين في النيجاتيف 2، هتبقى اكس باور 2 نيجاتيف 2 اكس. بعد كده حضرتك النيجاتيف 4 هتضرب في الاكس وهتضرب في النيجاتيف 2، يبقى نيجاتيف 4 اكس بلس 8. ونجيب ال1 ده بالمره يبقى نيجاتيف 1، لان لازم اليمين يبقى 0. طب اكس باور 2 في تاني اكس باور 2؟ لا. طب نيجاتيف 2 اكس ونيجاتيف 4 اكس؟ نيجاتيف 6 اكس. طب هنا حضرتك 7 ماينس 1 8 ماينس 1 7. وبعد كده الاي بكام؟ ب 1. البي بنيجاتيف 6، السي ب 7. ونكتب الرول ونكمل. نشوف السؤال اللي بعد كده. تعالى يا جميل. طيب فايند سوليوشن سيت اكس ماينس 2 ايكوال 1. طب ما من هنا الاكس على طول بسهوله، الاكس هتبقى ايكوال 2. طيب انا جبت الاكس ب 2، طب ما الاكس دي نشيلها ونحط 2 هتبقى ايه؟ 2 باور 2. والاكس دي نشيلها ونحط 2 تبقى 2 واي، وادي واي باور 2 ماينس 7 ايكوال 0. تعالى نرتبها، واي باور 2 الاول بعد كده 2 واي. طب ده مش 4 يا ابني، ده 4 صح؟ 4 ماينس 7 4، ونيجاتيف 7 يبقى نيجاتيف 3. الاي بكام؟ ب 1. البي بكام؟ ب 2. السي بكام؟ بنيجاتيف 3. وممكن نروح على الاله هنا في الحاله دي لانه ما قاليش جنرال فورمولا، مور 5 3. وندخل الاي والبي والسي، هيقول لك اكس 1 ايكوال 1. طب انا هنا الايكويشن بتاعتي واي، يبقى هتبقى واي الاولى، واي الاولى بكام؟ ب 1. واكس 2 اللي هي واي الثانيه ب 3 بنيجاتيف 3، بنيجاتيف 3. يبقى الواي ب 1 والواي بكام؟ طب الاكس لما الاكس ب 2 في احتمالين، لما الاكس ب 2 احتمال الواي تبقى ب 1 واحتمال الواي تبقى يبقى الاس اس حضرتك الاكس ب 2 مع الواي ب 1، واحتمال تاني ان الاكس تبقى ب 2 بس الواي هتبقى بنيجاتيف 3. السؤال اللي بعد كده تعالى يا جميل، بيقول لك اكس ماينس واي ايكوال 0. اكس ماينس واي ايكوال 0، دي كده الايكويشن الاولى. اكس واي ايكوال 9، دي الايكويشن الثانيه. الاولى فيرست ديجري، هنحاول نخلي الاكس لوحدها اكس ايكوال واي، جميل جدا، ونسميها 3 اكس ايكوال واي. هنروح لنمبر 2، الاكس ده هي هنشيلها ونحط واي، هتبقى واي واي، تبقى الواي باور 2 ايكوال 9. وياك تنسى ان الواي باور 2 يعني هنشيل الباور ونحط بوستيف اور نيجاتيف روت، يبقى الواي ب 3 اور الواي بنيجاتيف 3. انا جبت الواي بس عايز الاكس، طب ما الاكس يا بابا الاكس اصلا ايكوال الواي، يعني لو الواي ب 3 هتبقى الاكس بكام؟ طب لو الواي بنيجاتيف 3 هتبقى الاكس بكام؟ يبقى الاس اس الاكس ب 3 معاها الواي ب 3، الاكس بنيجاتيف 3 معاها الواي بنيجاتيف 3. شكرا. السؤال اللي بعده اكس ماينس 2 واي، اكس ماينس 2 واي ايكوال 0، دي الاولى، واكس واي ايكوال 18، دي الثانيه. فروم فيرست ديجري الاكس هتبقى ايكوال 2 واي، عسل، دي نمبر 3. يعني حضرتك الاكس هنشيلها ونحط 2 واي، الاكس دي كده هنشيلها ونحط 2 واي، هتبقى 2 واي باور 2 ب 18، يبقى واي باور 2 ب 9، يبقى واي ايكوال بوستيف اور نيجاتيف 3، يعني الواي ب 3 اور الواي بنيجاتيف 3. طب ما انت عندك الاكس ايكوال 2 واي، يعني لو الواي ب 3 الاكس قدها مرتين، لو الواي بنيجاتيف 3 يبقى الاكس قدها مرتين. يبقى السوليوشن ست حضرتك الاكس ب 6 معاها الواي ب 3، الاكس بنيجاتيف 6 معاها الواي بنيجاتيف 3. السؤال اللي بعد تعالى يا جميل، الايكويشن الاولى سيادتك بيقول لك اكس ماينس واي ايكوال 3، اكس ماينس واي ايكوال 3. الايكويشن الثانيه اكس واي ايكوال 28، عسل. طب ما من هنا الاكس ايكوال 3 بلس واي، ونسمي دي نمبر 3،
يبقى الاكس انا هشيلها حضرتك واكتب الاكس دي هشيلها واكتب 3 بلس واي وفي بره البراكت واي ايكوال 28. طب ما سيادتك دلوقتي الواي دي المفروض هتخش على البراكت هتضرب في الواي وال3 واي تايمز واي واي بار 2 واي تايمز 3 سي واي ماينس 28 ايكوال 0. بعد كده حضرتك ممكن تروح مود 5 3 طلعت الواي معاك ب 4 والواي معاك بنيجاتيف 7 عسل. نرجع مش الاكس ايكوال 3 بلس واي. طب لو الواي ب 4 لو الواي ب 4 يبقى الاكس ايكوال 3 بلس 4 يبقى الاكس ب 7 لو الواي ب 4 الاكس ب 7. طب لو الواي بنيجاتيف 7 يبقى الاكس 3 بلس نيجاتيف 7 تبقى نيجاتيف 4. يبقى الحل الاولاني الاكس ب 7 معاها الواي بكام؟ ب 4. الاكس ب 7 معاها الواي ب 4. الحل الثاني الاكس بنيجاتيف 4 معاها الواي. ما احنا قلنا الاكس الاول اكس بنيجاتيف 4 معاها الواي بنيجاتيف 7. جميل جدا. السؤال اللي بعده تعالى يا حبيبي بيقول لك اكس ماينس 2 واي اكس ماينس 2 واي ايكوال 0. بسيط تعالى يا حبيبي اكس ماينس 2 واي ايكوال 0 دي نمبر 1. اكس باور 2 ماينس واي باور 2 ايكوال 3. طب من نمبر 1 يبقى الاكس ايكوال 2 واي ونسمي دي نمبر 3. يعني معنى كده ان انا هشيل الاكس واحط 2 واي الاكس دي هشيلها واحط 2 واي بس خلي بالك انها باور 2. حلو قوي 2 واي باور 2 دي يعني 2 واي تايمز 2 واي تبقى 4 واي باور 2 ماينس واي باور 2 ايكوال 3 بقت 3 واي باور 2 ايكوال 3. لو عملنا ديفايد ال 3 يبقى الواي باور 2 ب 1 وما تنساش البوزيتيف اور نيجاتيف معنى كده ان الواي ب 1 اور الواي بنيجاتيف 1. طب ما الاكس حضرتك قد الواي كم مره من نمبر 3 قد الواي مرتين. لو الواي ب 1 يبقى الاكس ب 2 لو الواي بنيجاتيف 1 يبقى الاكس بنيجاتيف 2. يبقى الاس اس جنابك هتبقى الاكس ب 2 معاها الواي ب 1 او الاكس بنيجاتيف 2 معاها الواي بنيجاتيف 1. تعال نشوف السؤال اللي جاي بيقول لك سم اوف تو انتجرز سم اوف تو انتجرز 9. حلو الكلام. طب ما ايه رايك لو لتينا التو نمبرز ليت التو نمبرز اكس واي بيقول لك السم 9 اكس بلس واي ب 9 اكس بلس واي ب 9. جميل جدا. طب والديفرنس بتوين اتس سكوير يعني اكس باور 2 ماينس واي باور 2 ايكوال 45. دي الاولى ودي الثانيه. طب ممكن بقى في كذا طريقه يا ولاد. تعالى كده انا هخلي الاكس لوحدها هنودي الواي هناك يبقى 9 ماينس واي ودي نمبر 3. يبقى كده حضرتك الاكس 9 ماينس واي شايف الاكس 9 ماينس واي بس باور 2 ماينس واي باور 2 ايكوال 45. البراكت باور 2 الاول في نفسه سبيس بلس الثاني في نفسه علامه النص فيرست تايم السكند تايمز 2 تبقى 18 واي ماينس واي باور 2 ايكوال 45. ابص بعيني الاقي حاجه جميله واي باور 2 ماينس واي باور 2 راح شايف ال 81 حبيبي هنوديها هناك عند ال 45 يبقى نيجاتيف 18 واي ايكوال 45 ماينس 81 يبقى نيجاتيف 36. نيجاتيف 18 واي ايكوال نيجاتيف 36 النيجاتيف مع النيجاتيف يبقى الواي حضرتك 36 ديفايدد 18 يبقى الواي بكام؟ ب 2. الحمد لله جبنا الواي ب 2 مش الاكس 9 ماينس واي 9 ماينس 2 يبقى الاكس بايه؟ ب 7. يبقى ال 2 نمبرز حضرتك 7 و 2 7 و 2. جميل جدا. السؤال اللي بعد كده تعالى يا حبيبي بيقول لك رايت انجل ترانجل على طول نرسم رايت انجل ترانجل ادي رايت الهايبوتنس بتن الهايبوتنس بتن. طب ده اكس وده واي قال لك البريمتر ب 24 يعني مجموع الثلاث صيدات
المفروض ب 24. طب لو ودينا التن هتروح بالماينس، يبقى اكس بلس واي ايكوال 14، ودي نمبر 1. الهايبوتنس بتن يا اولاد، مش انت فاكر بايثاغورس الثيرم؟ المفروض ان اكس باور 2 بلس واي باور 2 ايكوال الهايبوتنس باور 2 اللي هو 10 باور 2 ب 100، ودي نمبر 2. هنحاول من الفيرست ديجري اللي هي نمبر 1 هنودي الواي، هتبقى 14 ماينس واي، ونسمي دي نمبر 3. يبقى الاكس 14 ماينس واي، هنشيل الاكس ونحط 14 ماينس واي اول باور 2 بلس واي باور 2 ايكوال 100، ونكمل الاول في نفسه 196 سبيس بلس. طب علامه النص فيرست تايم السكند تايم 2 ده مين؟ ده البراكت. طب بلس واي باور 2 ونجيب نيجاتيف 100 ايكوال 0. تعالى بقى نجمع اللايك، عندك واي باور 2، تعالى كده يا جميل، واي باور 2 وواي باور 2 بقت 2 واي باور 2 نيجاتيف 28 واي. طبعا انت عندك حضرتك 196 ماينس 100 يبقى 96. حبيت تعمل لها سمبلست وتعمل ديفايد 2 ماشي، حلتها زي ما هي كده بالمود 53 برضو ماشي، مود 53. المهم طلعت حضرتك الواي ب 6 والواي ب 8. طب حلو قوي. طب مش الاكس جنابك 14 ماينس واي؟ طب لو الواي ب 6 يبقى الاكس 14 ماينس 6، طب لو الواي ب 8 الاكس 14 ماينس 8 يبقى 6 و 8. تعالى كده يا جميل نشوف السؤال اللي بعد كده، اخر سؤال في المراجعه بتاعت البارت الاولاني النهارده. تعالى يا حبيبي، بيقول لك ريكتانجل. جميل جدا، هنقوم راسمين ريكتانجل اهو، اكس واي اكس واي، عسل. اللينس مور زان الويتس ب 2 يبقى اكس ماينس واي ب 2، ودي كده اول واحد. الاريا ب 24 يعني لينس تايمز ويتس ب 24، دي نمبر 2. فروم 1 هنودي الواي، هتبقى الاكس ايكوال 2 بلس واي، ونسمي دي نمبر 3. خلي بالك الاكس بقى هنشيلها ونحط 2 بلس واي، 2 بلس واي، 2 بلس واي، وفي واي بره البراكت ايكوال 24. الواي اللي بره البراكت هتخش على البراكت، يبقى واي باور 2 بلس 2 واي ايكوال 24 او ماينس 24 ايكوال 0. مود 53 الواي طلعت ب 4 والواي طلعت بنيجاتيف 6، مفيش لينس بالنيجاتيف، نقول له ريفيوز. الواي طلعت ب 4، طب ما الاكس حضرتك 2 بلس واي يبقى 2 بلس 4، يبقى الاكس جنابك ب 6. شكرا، واشوفكم في بارت 2 ان شاء الله بعد شويه. سلام عليكم.